السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نحصر الفيتنج. اجي في السكادول وهقول له نيو سكادول، وبعد كده مثلا هقول له بايب فيتنج، وممكن تعمل برضه بايب اكسسوري نفس الفكره. قلت له فيتنج، هتبدا بقى تختار ايه العناصر اللي انت محتاجها. طبعا الكاونت مهم، تعمل ايه اند تايب. هنحتاج مثلا السايز، التايب، السم كلاسيفيكيشن، وتقول له كيو. تقدر تضيف او تحذف زي ما انت عايز. ممكن بعد كده تقسمهم مثلا بالسيستم سبيسيفيكيشن، ممكن تقسمهم بالفاميلي اند تايب. تمام، يعني خلينا نقسمهم مثلا بالفاميلي ده هيلبو او اهوت. ممكن نقول له قسمهم لي بالفاميلي اند تايب مثلا، وحط لي فوتر تحتيهم بلانك اند لاين، ويشيل علامة اتمايز دي اهم حاجة. وبعد كده قسمهم لي بالسايز. اوكي، هيبدأ يجيب لك عدد كل قطعة فيهم، يعني النوع اللي هو مثلا بند بي في سي سكادول 40 موجود منه قطعتين، الماس اللي هو 50 في 50، الماس اللي هو 100 في 100 موجود منه 5 قطع. فده الحصر بتاع البايب، ونفس الفكرة برضو في الضغطات.